انا خدام مداسك سعاده البيه. منى في بضاعه هتستلمها النهارده بالليل، هيجي لك مسج بالمكان والميعاد، تاخدها تقطع سلفن تبيع. انا يا باشا بس انا بس لك ما دقته. بس ايه، انا ما يتقليش بس يا حمو، انا مش باخد رايك، انا بامرك. بابا اشرف حبيبي يا ابني حبيب ابوك. يا سلام، شفت بقى يا منى، مفيش اغلى من الضنم، لا تقولي لي حب ولا ايام ولا غرام ولا عزه. كلامك مظبوط يا صفوان بيه، مفيش فعلا اغلى من الضنم، وحمو عارف كده كويس، ولا ايه يا حمو؟ واللي مات مات يا حمو، البركه في اللي لسه عايش. ولا عندك حاجه تانيه عايز تقولها؟ انا يا باشا ما عنديش، تستأذني؟ ده ما عندكش خلاص، خد ابنك وغور. بالإذن بالإذن سعادتك. وتشتغل يا منى. بس كفاية، زهقت. مني؟ أنا ما زهقش منك أبدا. روحي حضري لي الجاكوزي. من عينيا. جت الحزينة تفرح، يعني هي تتهنى السنين دي كلها بالملايين اللي عندها، وفي الآخر جاية ترميلي نقطة بفحة وتلبسني إعدام. ما هو يا إعدام يا سرايا الصفر. ساكت ليه يا عسلية؟ لما تاخد وتدي معايا في الكلام. أقول إيه يعني؟ تقول إن ده ظلم وافتراء. طب أنا راضية ذمتك، هو ينفع أخت بعد ما تلاقي اختها تديها شنطه تقول لها الشنطه دي فيها حل لكل مشاكلها؟ يعني هي عارفه ايه؟ عارفه ان اختها متمرمطه ومتهانه ومتداس عليها. قوم ايه يا عسليه؟ يطلع الكلام كله كذب في كذب، وبدل ما الشنطه تحل مشاكلي نطلع اني اللي بنحل مشاكلها وبنحاسب على كل فواتيرها. طب يرضي مني؟ على عموما انا مش فاهم حاجه، بس اللي انت بتقوليه دوت ما يرضيش حد. اديك قلت اهو، جبتش حاجه من عندي؟ طب تصدق وتامن بالله؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا يا شيخ من واني صغيره قد كده اهو، واني بنحاسب على فواتير غير قفايا ورم من كتر الضرب عليه، وكله بسبب سماح والسلطان منهم لله. انا مش مسامحاه، والشنطة راح وصاحبتها راح، واني كمان هروحوا في الكازوز. كملوا حمو، ما كنت اتجوزت وريحت مخي، لكن لا، ازاي لازم نعملوا فيها ام الشرف. هو مين حمو ده؟ يعني انت يا اخويا سبت كل الخلق اللي بكلمك عنهم وبتسأل عن حمو؟ بك بك خلاص، مش عايز اعرفه، انا غلطان. لا لا مش غلطان، أني اللي غلطانة واستاهل ضرب الجزمة القديمة. كان زماني متجوزة حمو ومتسددة وساكنة في مطرح على الكورنيش في سيدي بشر، فقرية عايزة ناكلوها بالشرف. كلي كلي يا وزة وتهني. أهي بقت قضية هنا وقضية هناك، يعني لو قلت منار إعدام، ولو قلت عزة أشغل شقة، وربنا دي حاجة تفرح يا عسلية.